أهلا بكم مشاهدينا إلى أبرز الأخبار في دقيقة. مصر تفتح استثنائيا معبر رفح مع قطاع غزة طوال شهر رمضان. البنتاغون ينشر فيديو الكمين الذي تعرض له الجنود الأمريكيون في النيجر. ميليشيا الحوثي تواجه أزمة فراغ على مستوى القيادة. منظمة الصحة العالمية تدعو إلى اجتماع طارئ بشأن تفشي مرض الإيبولا في الكونغو. دراسة بريطانية تبين وجود أثر إيجابي للإجهاد كونه يجعل بعض الناس أفضل في معالجة الأخبار السيئة. دراسة صحية تؤكد أوميغا 3 و6 تحمي البدناء من مرض السكري من النوع الثاني. فيلم كفر نحوم للمخرج نادين لبكي يعود بلبنان إلى مهرجان كان بعد 27 عام. وأخيراً كعكة زفاف الأمير هاري وميغان تكسر جميع الأعراف في بريطانيا.